بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء الموافق 2/9/2020، تم تحميل عدد 14 طن لحوم أضاحي لتسليمها إلى المديريات الآتية: محافظة الفيوم 4 طن، محافظة بني سويف 4 طن، محافظة البحيرة 4 طن، محافظة بورسعيد 2 طن، ومع كل سيارة مفتش عام لتسليم الكمية إلى مدير عام المديرية لتوزيعها بدوري على الأسر الأولى بالرعاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 تم تحميل عدد 6 طن لحوم من لحوم صكوك الأضاحي موزعة على محافظة شيمال سيناء 4 طن وجنوب سيناء 2 طن لوصولهم غدا الأربعاء الموافق 2/9/2020. تم 2 طن من مجزر البساتين لحوم صكوك الأضاحي متجهين لبورسعيد يوم 2/9/2020. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسر عبد الونيس، سواء الشركه العامه لتجاره الجمله. اليوم النهارده ان شاء الله الاربعاء 2/9/2020 تم تحميل 4 طن لحوم صكوك اضاحي من مجزر البساتين واتجه ان شاء الله لمحافظه البحيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السائق رضا رشاد. اليوم الثلاثاء 1/9/2020 محمل 2 طن لحوم صكوك الاضاحي متجه الى مديريه اوقاف جنوب سيناء لتوصيلهم غدا الاربعاء 2/9 بمشيئه الله تعالى والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم سيد خلف محمد، ان شاء الله محمل صكوك الاضاحي رايح بني سويف، محمل 4 طن يوم 2/9 يوم الاربعاء. 4 طن صكوك اضاحي اوقاف ومتجه لمدينه الفيوم يوم الاربعاء بتاريخ 2/9.